طوفان الأقصى، أرض مباركة وأرض الأنبياء. المسألة عقائدية، دين. خوتنا الفلسطينيين مساكن من كيهضروا على حقهم كيبانوا أنهم هما اللي كيظلموا. المقاومين اللي كتشوفهم حتى العدد ديالهم قليل وحل اليوم هنا سنين هذه راه متقي الله عز وجل. إذا التقى اثنان يوم القيامة، ظالم ومظلوم، فهنيئا للمظلوم وويل للظالم. والمعركة معركة الله عز وجل، وربي قادر على شغال. ولكن السلام عليكم يا معشر المقاتلين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست المقاتل. الحلقة ديال اليوم ما يمكنش تكون إلا على قضية الفلسطينية، إلا على رجال. حقيقة هاد طوفان الأقصى وهاد القوة ديال خوتنا المسلمين اللي كيتقاتلوا باش يحيدوا المحتل الحقود كيان الصهيوني، بينات على بزاف ديال الحوايج. هاد الحركة اللي داروها خوتنا الفلسطينيين كشفات على بزاف ديال الحوايج كانوا مدير لهم المكياج. تخيلوا معايا يا إخوان، واحد الناس جاو عندك كيبكيو كيقولك عافاك استقبلونا نجلسوا معكم في ديوركم، وحنيتي فيهم واستقبلتيهم، فجأة ولو كيطالبوا أنهم ياخذوا لك الدار وقال لك خرج انت وهذه أرضنا. كيفاش يكون الإحساس ديالك؟ كيفاش يكون الإحساس ديالك منين العالم كيتواطأ، العالم الغربي كيتواطأ عليك وكيقولك آه ماشي أرضك؟ ودابا مؤخرا ولينا كنشوفوا أن يتم الكذب علينا هكاك عيني عينك فاس. شحال هذه كنا كنقولوا آه الإعلام ديالنا كيخبي الحقائق كذا، لواحد قال قناة الفلان فلانية الغربية عندهم مصداقية. شوفوا القور، شوفوا كذا، كنا كنعطيهم بهم المثال. إحنا في حقيقة الأمر كنا جاهلين، سوق إلينا أن الغرب عنده مصداقية وعنده ديمقراطية وكيحكم بالحق والعدل، مع العلم أن ما عندهم لا ميزان حق ولا ميزان عدل. وهذا الشيء بان في هذا الشيء اللي طاري مؤخرا في فلسطين، بان أنهم كيكذبوا لنا في وجهنا، بان أنهم كيكذبوا حقائق. تخيلوا معايا شي حاجة احنا كنشوفوها، احنا كنشوفوها في السوشيال ميديا ديال الأطفال ديال النساء ما عندهم حتى علاقة بالحرب، كيقتلوهم وكيقصفوهم وكيحقروا عليهم بهذا المعنى هذا. وكيجي الإعلام الغربي اللي كان كيتمثل لنا في ذاك الإعلام المنصف، الإعلام اللي كله ديمقراطية وعدل وكاع ذاك الخرافات الخاوية، كيجي الإعلام الغربي كيطيح الماسك ديالو وكتبان الحقيقة ديالو، كيبان أنه حقود وكيبين أن هاد الناس كأنهم ناس درجة ثالثة، وكيهضر على الكيان الصهيوني المغتصب الحقود اللي دار جرائم حرب، كيهضر عليه على أساس أنه مظلوم، وكيبغيو يسوقوا لينا أن رخوتنا الفلسطينيين هما اللي فيهم الديفو، وكيبغيو يسوقوا لينا أن المقاومة ما كانش عليها دير داكشي. كأن شي واحد كيجي عندك يقولك لا لا ديت لك ديرك ما تقاومش، علاش كتقاوم؟ علاش جبتيني؟ واش شريف هذيك الارض راه محتله، وطبيعيا والقانون الدولي كينص على هذه القضيه ديال ان كل واحد محتل الارض ديالو طبيعي انه ينوض يدافع على راسه، من الطبيعي جدا. اش كتنتظر من واحد يجي يدي لك الارض ديالك يديها لك؟ اش كتنتظر منه يدير لك يسمح فيها، مع العلم انها ارض مباركه وارض الانبياء والارض اللي غيدوزوا فيها اكثر الاحداث. هذيك ارض الله، وهذه القضيه قضيه ديال الله عز وجل، والمعركه معركه الله عز وجل، وربي قادر على شغاله. ولكن هذا الشيء اللي طرا مؤخرا بين لنا واحد الحقائق فاس. داك الاعلام اللي كان كيهضر وكيتخبى وسط الانسانيه وحق حقوق المراه، وفينا ما حقوق المراه؟ ماشي نساء هادو اللي كينزلوا عليهم الصواريخ على الريوصه ديالهم في ديورهم، مدنيين عزل ما ليهم والو. واش نتوما عندكم مشاكل مع المقاومه؟ سيروا المقاومه، علاش كتضربوا المدنيين؟ هذه عمليه اباده جماعيه، هذه واحد الحركه بشعه قذره كيديروها اشباه الرجال. فينا هما حقوق المرأة؟ أنا دابا كنبغي نشوف فينا هو حقوق المرأة، فينا هو حقوق الطفل. ياك نتوما اللي كنتو كتسوقوا لنا أنكم كتهزوا مش في هليكوبتر، ياك نتوما اللي كنتو كتسوقوا لنا أنكم كتعتنيوا بالحيوان، فما بالك الإنسان؟ ومساكن الشباب كانوا كيتقاتلوا يقطعوا البحور باش يمشيوا عندكم زعما على حقوق الإنسان.
بانت الحقيقة. باش تعرفوا أخوتي أن المسألة عقائدية، دين. شتي إلا بعتي الدين ديالك، الدنيا تحط لك وسطها قدامك تفرج ليك. اش غدير؟ الدين مجرد ما تبيع القضية ديالك، مجرد ما تبيع الدين ديالك، كل شيء تفرج قدامك. ولكن مجرد ما يكون عندك مبدأ، مجرد ما يكون عندك دين، أخلاق، قيم، مسلمين كتدافع عليهم، كتولي عدو، كتولي إرهابي، كتولي مغتصب، كتولي كاع داكشي اللي هو خيب. باش تعرفوا أن احنا اللي كنا كنسعاو في الدنيا غير على المال، كاين الناس ما كيسعاوش على المال، كيسعاو على قضية كيدافعوا عليها، هما هاني يدافعوا على القضية ديالهم، حنا لا، حنا فاش كندافعوا على القضية ديالنا كنبانوا أننا كنخربقوا. خوتنا الفلسطينيين مساكن من كيهضروا على حقهم كيبانوا أنهم هما اللي كيظلموا. ورانا شتي حوايج في القنوات الغربية راه تتصدم، تتقول واش هذا حمق، واش أنا حاضر في هذه الحقبة من التاريخ وحاضر وشايف بعيني الأحداث وكنشوف بعيني الفيديوهات، وهو كيجي كيقول عكس ذلك تماما، وكيبغيو يبينوا ان راه الاطفال ديال العدو الصهيوني كيتقتلوا، انهم يتم الاعتداء عليهم. مع العلم تصرفات فيديوهات كتبين اخلاق الرجال المسلمين، ما كيقتلوش عيالات، ما كيقتلوش اطفال صغار، النخوه العزه. الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا من ادي ورجل كبير في الحرب، هذا الشيء، من ادي ورجل كبير، من ادي امراه، من ادي طفل. بغيتي تمشي للعدو سير ليه نيشان. هادو ما اخلاق الرجال، اخلاق المسلمين. وفين هي الحضاره الغربيه اللي شحال تغنينا بها، اللي شحال درنا منهم شي ناس قدوات، اللي فجاه خرجوا وصرحوا تصريح مباشر انهم كيدعموا الكيان الصهيوني. على شنو كيدعموه؟ على جرائم حرب، على اباده جماعيه. لمن؟ المقاتلين، حاشا ولله. الاطفال، النساء، كتشوف واحد الاطفال كتحط راسك كتقول انا كون عندي ولدي ولا بنتي وطرا لها الكبده ديالك تطرطق من بلاصتها. فين هي الانسانيه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ قوم حقود. تخيلوا معايا ضره 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 ديال تا انسانيه ما فيهمش. وحنا اللي كنا كنددوا بهذا الاعلام الغربي انه عادل ومنصف، فجأة اكتشفنا العكس. والحمد لله، الحمد لله أننا شهدنا بعينينا أنهم كيكذبوا الحقائق وكيزوروا التاريخ قدامنا. وهذا الشيء كيخلينا نفكروا في الماضي، وكيخلينا نشككوا في أي حاجة كتبوها بيديهم، ما نتيقوهاش. أنا شخصيا ما بقيتش كنتيق شي حاجة كتجي من الغرب، خصني ضروري نفيريفي، لأن هاد الناس كذابة، وهاد التاريخ هادو اللي كتبوهما مزور، ونصفوا راسهم. وهاد الناس هادو المشكلة ديالهم معانا دينية عقائدية، كاين وإن ولا حتى. هاد الناس هادو حاقدين على المسلمين. علاش؟ حيت عندنا دين، حيت موعودين بالنصر. صراحة هادشي كيضر في الخاطر، وعاد تزيد عليها الخذلان ديال العرب، والخذلان ديال الأمة، جد المليار ديال المسلمين. وزيد عليها بعض المؤثرين اللي ما قدروش حتى يبارطاجيو القصه ديال خوتنا الفلسطينيين. راها الاخوان الحرب حرب اعلاميه، الكيان الصهيوني ولا كيرشي بعض المؤثرين العرب، كيعطيهم فلوس باش يجيو في الصف ديالو، باش ما يقولوش الحقيقه، لان الحقيقه كضرهم. اش بغاو منا هما؟ بغاونا نتعاطفوا معاهم لدرجه اننا تولي تجينا عادي ان خوتنا الفلسطينيين كيتقتلوا ويبادوا، باش نقولوها يستاهلوا. هما اللي داروا، علاش؟ علاش جبدوهم؟ هذه هي اللي بغاو يطبعوها لنا في الدماغ ديالنا، وبغاو ينسيونا ان عندهم حق، وبغاو ينسيونا انهم سنين هادو كيقتلوا فيهم، وبغاو ينسيونا ان هذاك الشعب القوي كيعاني سنين، ودابا تسلطات عليه الاضواء حيت ربي بغانا نعرفوا الالام ديالهم. فانت غتقول لي اخويا نور الدين انا كندير الايكوميرس، اشنو جهدي ندير؟ لا خير فيك انت اللي كتشوف فيا ولا انت الا ما حزنتيش بقلبك لخوتك المسلمين، واهتميتي للقضيه ديالهم، وعرفتي بالقضيه ديالهم، ودافعتي على القضيه ديالهم، ونصرتيهم، لانك بذلك تنصر دين الاسلام. الله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، ما محتاجش لينا. ربي سبحانه وتعالى عنده كيفاش يبيدهم كاملين في لحظه، ولكن كيبتلي شي في شي.
وهادوك خوتنا اللي تم القصف ديالهم اللي كيحقروا عليهم من اطفال ونساء ومقاومين، هادوك راه شهداء وليسوا قتلى، شهداء عند الله يرزقون. وكيتنا حنا اللي ما عارفينش كيفاش تكون الخاتمه ديالنا. وحاجه اخرى، هادوك اللي كيتخادلو كيقول لك انا مالي، كيخليوها قال ليها كيفاش قال ليه تازق بالغزه. شي وحدين كيقولوا تازق بالغزه، ياك المرضي ماشي حشومه عليك. وباش ضمنتي انت ان الحياه كدور؟ ياك البارح كان ضارب عندنا زلزال والاحداث تتصارع، وحنا كاملين عارفين ان كاين شي حاجه غطره، الخريطه ديال العالم كتبدل بغيتي ولا كرهتي، حنا كنشهدوا لهذا الشيء. باش ضمنتي انت ان غدا بغدا يدخل عندك الصهب ها ويطرى لك كثر من اللي طرى ليهم؟ دائما هذاك الضعيف المستسلم الخواف كياكل العصا. انا هذه تعلمتها في الزنقه، انا هذه تعلمتها في الاحياء الشعبيه فاش كنا عايشين مع ولاد علي، اللي كيخاف كيتضرب واللي شجاع قوي ما كتجيش فيه. هذا الشيء حنا تعلمناه في واحد ليشيل بسيط في حرب الحوام، فما بالك في ليشيل الكبير. عايش خواف غتموت بالقهره، غتموت بالخلعه. تيصحاب لك انت الا شديتي حويطه غيخليوك، والله لا كانت ليك. لذلك نصر خوتك المسلمين، انا ماشي تنقول لك حكا سيرو، لا، انا عارف ان الامور جد معقده، وعارف ان الانسان خصو يكون فريمو قوي في عقله وفي العلم ديالو في بزاف ديال الحوايج. ما يمكنش انا نقيدك نقول لك حكا سير الجهاد ولا، انا كنقول لك اصحابي غير بالقلب ديالك. انا كنقول لك عندك سوشيال ميديا غير شيري الحقيقه، غير خلي ديك القضيه عايشه وسطنا، بين ان كاينين شي ناس حاقرين على شي ناس. هادشي العالم خاصو يشوفو، لان دابا كاينين الناس من الغرب منهم كيستنكروا هادشي وكيقولوا لهم لا واش نتوما تكذبوا على النفاس، هادو منهم من الجلده ديالهم. كاينين الناس دابا كيشوفوا ان الحقائق تزور وكينوضوا كيهضروا منهم، وحنا اللي مسلمين، وحنا اللي مسلمين ما نهضروش. إذن أول حاجة هو أنك تحزن لحزنهم قلبك، ثاني حاجة أنك تبارطاجي القصة ديالهم، سواء كنت صانع محتوى أو لا، تبارطاجي القصة ديالهم وتبارطاجي الأحداث ديالهم وتبقى متبع القضية ديالهم، وهذا أقل واجب، أقل واجب. وتعرف يقينا أنك أنت كمسلم مؤمن راك ماشي إنسان عادي، راك إنسان مطالب أنه يكون أحسن نسخة من نفسه، لأنه يحارب، لأن تابعينك في دينك والله لا خلاوك عاجلا أم آجلا. القضية عندهم قضية عقائدية معانا، ماشي مسألة فلوس ولا. فأنت كمسلم مطالب أنك تنصر خوتك، مطالب أنك تبارطاجي القصة ديالهم والأحداث اللي كدور، حيت هما باغيين يكذبوا الحقائق، باغيين يجعلونا داكشي يولي عادي، باغيين يردوا الجرائم ديال الحرب والإبادة الجماعية اللي كيدير فيها الكيان الصهيوني الظالم، بغاو يردوها شيء عادي. تتولي انت تشوف داك الشيء تمشي زعزع فيك والو، كتشوف دري صغير محروق من وجهه مقطع اشلاء ما كيحرك والو. تخيل فيه خوك الصغير، تخيلوا اختك الصغيره، تخيلوا ولدك بنتك، ماشي القلب ديالك يطرطق من بلاصتو. اذا خاصنا كلنا نكونوا يدا واحده، ونحزنوا لحزنهم، ونصروا القضية ديالهم، ونبينوا الحقائق ديالهم، ونكذبوا الغرب والإعلام ديالو المنافق الحقود اللي بان على الحقيقة ديالو. وفي نفس الوقت نقراو الإخوان، نخدموا. أنا ما كنقولش لك حبس التجارة الإلكترونية ولا صافي نجلسوا نبقاو نديروا والو، لا بالعكس. عاد دابا غتعرف علاش ديما كنهضر في المحتوى ديالي خاص يكون عندك رسالة كدافع عليها، قضية كدافع عليها. الا انت عايش غير سبهلاله ما كاينش علاش تقول لي ويلي كي غندير انا تكون عندي رساله مرتبطه بهم؟ صاحبي راه الله سبحانه وتعالى كينصرنا فاش كنتوبوا ليه. الا حنا تبنا كمسلمين ولينا ناس صالحين، كن على يقين ان ربي غينصرنا. راه النصر من عند الله، راه ماشي من عندك. ربي كينصر واحد الامه اللي كتكون تاقي الله. راه هادوك المقاومين اللي كتشوفهم حتى العدد ديالهم قليل وحل اليوم هنا سنين، هذه راه متاقي الله عز وجل، راه هادوك جنود ديال الله عز وجل. لا يعقل انك امه اسلاميه وعاطينها العرب تشوفوا بارتو والكذوب والسرقه وجميع انواع الخابات وجميع انواع السيئات كيداروا في مجتمع عربي مسلم، وتجي تقول لي بغيتي النصر؟ والله لك ليك، والله تتعيش الذل والهوى، تطرطق الكبده ديالك بقوه الفقصه. علاش؟ حيت الشريف ما مشيتيش في طريق الله.
هادشي علاش كنقول لك خاصنا نتقاتلوا. هذا راه ميساج موجه ليا انا الاول، انا فايتكم بالصبر، حتى انا راه معاكم في نفس الفتنه وفي نفس حتى انا غارق الذنوب. راه ما غيجيش النصر الا ولا تبنا ورجعنا للطريق ديال الله عز وجل الا ولا ولينا كنبغيو الخير لبعضياتنا، وهذه ما بقاتش. كيف يعقل انت غتبغي الخير لخوتك المسلمين في فلسطين وانت ما بغيتيش لجارك اللي حداك اقرب واحد ليك، ما بغيتيش لخوتك وما بغيتيش لنفسك، انت ما كتصليش، ما علاقتك مع الله خايبه، كيفاش تبغي لخوتك؟ كيفاش يوليو عندك مبادئ قيم رساله في الحياه قضيه كتدافع عليها كتغير الا طرات شي حاجه للمسلمين؟ هذيك البنت اللي كتموت ولا تحرق ولا تغتصب كتعتبر اختك، الداخل ديالك كتطلب حقرتي الدعاء. تخيل معايا انت جوج المليار مسلم كيدعي الله عز وجل، جوج المليار ديال المسلمين متقين الله عز وجل كيدعيو الدعاء، راه الله عز وجل الله يهبط الغضب ديالو يخلع بناد. على ما يكون ما نسيتو نتوما التاريخ ولا ربي سبحانه وتعالى شحال ديال القوم طغاو ما عرفتش قالوا في الاخر كانهم لم يكون. راه ربي هاد الاحداث اللي كيطراو راه في العلم ديالو، راه غير كيبتلي شي بشي، وواحد النهار كلشي غيوقف قدام الله سبحانه وتعالى واللي كيتسال شي حاجه غياخذها. قال لك اذا التقى اثنان يوم القيامه ظالم ومظلوم فهنيئا للمظلوم وويل للظالم. في جميع احداث الحياه سواء في هذه الحرب سواء في شي حاجه درتيها لصاحبك لخوك لجارك الا الظلم، الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على راسه، فما بالك بين العباد. اذا يا اخوان، وحاجه اخرى هي بغيت نشير ليها، على ما فاتوش الناس على الدين ديالهم تعذبوا وتحرقوا بحال القصه ديال اصحاب الاخدود. راه منين تبتوا على الموقف ديالهم تحرقوا وتحفروا لهم حفاري ودار فيهم العافيه وتحرقوا وهم احياء. وهي فاش كان ذاك الرضيع اللي هضر من بين كانوا قال لك شي ربعه ديال الرضع اللي هضروا في التاريخ، من بينهم واحد ديال في القصه ديال اصحاب الاخدود، المراه هزه الرضيع ديالها وصافي خصها تلاح، يعني صافي غتلاح لانهم امنوا بالله عز وجل، وهي ترددات حيت عند المولود ديالها خافت عليه، هو ينطق قال لها اثبتي انك على حق، وهي تلوح وتلاح موراه. عرفوا الحقيقة، عرفوا أن ديك اللحظة ديال الموت ديالو ما تكون بسيطة وقليلة. دابا حنا اللي كنشوفهم كيتحرقوا وكنشوفهم يبادون وبنادم تتنزل عليه صاروخ وكيتقطع أشلاء وكيموت، هو راه خاصك تعرف أن الشهيد ديك الزهقة ديال الروح ديالو راه كتكون خفيفة، راه الله سبحانه وتعالى كيلطف به واحد اللطف ربي بوحدو اللي عالم به، وهذاك الإنسان اللي مات عارف هذيك القضية كيدوق واحد الدوقة خفيفة ديال الألم. عرفتي شكون اللي كيتعذب ديال بصح؟ هما حنا اللي ما قادرين نديرو والو، هما حنا اللي كيبان وجهنا في المرايا وكيبانوا النتائج ديال الفشل وديال الكسل وديال التخاذل ديالنا لسنين، كتبان اننا تقال بالذنوب ديالنا، تقال في التقدم العلمي، تقال في كل شيء، كيبان اننا ما خدمناش على راسنا كأمة مسلمة، كتبان. كتدور كتلقى راسك ضعيف، كتدور كتلقى راسك دولة تقيل كريديات، كتدور كتلقى راسك ان البنك الدولي دخل لك السموم للمجتمع، ها النسوية ها حكا ويلي قاعدوا بغاو لنا الخير، قاعدوا اللي دايرين المرا في راس المدفع وكيدافعوا عليها وداخلين كيتقاتلوا باغيين يديروا لها حقوق عندنا، وديروها لديالكم والتنصر على النساء ديالكم علاش جايين عندنا؟ اها هو النساء اللي كيموتوا دابا في فلسطين هادو ماشي بنادم، هاد الاطفال. ياك نتوما اللي كتهضروا على الانسانيه وكتدعموا البلدان بزباله الفلوس على الانسانيه وحقوق المراه وحقوق الطفل، ها عرفتي دابا الحقيقه؟ والدين الشريف، الدين هو اللي فيه الانصاف، الدين هو اللي كينصف المراه والطفل والرجل العجوز وكل شيء، هما ما بغاوش ديال الله عز وجل ينتشر. وهذا الشيء لو كنت تقرا التاريخ وترجع للماضي وتبدا تبقشش فيه غتلقاه عادي عادي. الدنيا كامله الخلاصة ديالها هو صراع الحق مع الباطل، ومواقف وأحداث كتبين حقيقة كل إنسان. كاينين عباد المال وكاينين عباد الشهوات وكاينين عباد السلطة وكاينين عباد الله عز وجل، انت غتختار شكون بغيتي تكون، هذا هو الفرق. لذلك يا إخواني أوصيكم وأوصي نفسي، أولا الهمة العالية، خص يكون عندك واحد الفخر واحد الاعتزاز انك مسلم مؤمن، هذه اولا باش ما يطرش لنا واحد الاحباط لهادشي اللي كيطرى في العالم. ثانيا ما تعيش سبهلله، انت من الموقع ديالك من البلاصه ديالك حاول تتقي الله عز وجل وتكون قوي ويكون عندك برنامج يومي خدام عليه،
وتكون خدام كتنتج وكتصور الفلوس وكتعاون المحيط ديالك وكتعاون راسك وكتدعي لخوتك وكتنصر الحق اينما كان، وما كتخاف من حتى شي حاجه من غير الله عز وجل، لان الخوف من الله سبحانه وتعالى. ثالثا، خصك تعرف الحقيقه ما تخبيهاش، ما تبقاش تغنى بالغرب وبالاكاذيب ديالهم وبالنفاق ديالهم، وكون على يقين ان الله عز وجل قادر انه ينصر الدين ديالو. انها معركه الله عز وجل، وحنا كنتفرجوا راه التاريخ يعيد نفسه. فين هو فرعون؟ قال لهم انا ربكم الاعلى. فين هو؟ فين هما الاباطره؟ فين هو النمرود؟ فين هما؟ فين هما؟ مكاينينش. بالعكس، دابا اللي داش يداه، اللي في الجنه راه في الجنه، واللي موعود بالعذاب راه في العذاب، والعياذ بالله، ونسال الله السلامه. نتمنى ان الميساج يكون وصل، والله يكون مع خوتنا الفلسطينيين، والله ينصرهم على العدو ديالهم المغتصب المحتل، والله يدير لنا شي تاويل الخير. هادشي اللي كاين، وشعارنا دائما كمسلمين نحن لا نستسلم، ننتصر او نموت. تهلاو ليا في راسكم، السلام عليكم. ولها رسول الله ليلا قد سرى، صلى بجمع الأنبياء إمامنا، ودعا إليها أن تشد رحالنا. القدس تبكي، هل تراك نسيتها؟ ورضيت أن تلهو الغزاة بطهرها؟ لقم سلاحك، لا تهب من موتة، سمجر بصوتك قائلا إني لها.